ختام الدورة 18 لعرس الإعلام العربي بمدينة الحمامات كان مسكا بتتويج دولة الكويت بأربع جوائز. ففي مسابقة المسلسلات الاجتماعية فاز تلفزيون دولة الكويت بذهبية هذه المسابقة وجائزتها المقدرة $4,000 أمريكي عن مسلسل حكايات سداسية الحوش. كما منحت لجنة التحكيم ذهبية مسابقة السهرة الدرامية المفردة التلفيلم إلى فيلم البرواز وهو من إنتاج تلفزيون دولة الكويت. كما منحت لجنة التحكيم فضية مسابقة الومضات التوعوية إلى ومضة حوادث الطرق من إنتاج تلفزيون دولة الكويت. وتحصل برنامج مهنتي على الجائزة الثانية لمسابقة برامج الأطفال التلفزيونية. لا شك كان من أهم وأبرز ما تم رصده في هذه التظاهرة الإعلامية العربية هي يوم القدس، والذي يعني جاء للكويت كلمة فيه وأكدنا دعم الكويت لهذه القضية منذ النشأة، بدأ من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى كافة مؤسسات الدولة بل إلى مؤسسات الشعبية والأهلية. نبارك حق كل أهل الكويت وأيضا القائمين في وزارة الإعلام ممثلة بوزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، وأيضا وكيل وزارة السيد طارق المزرم، وأيضا مجيد الززاف وكيل مساعد لشؤون التلفزيون. حقيقة هم الجهود الجبارة والدعم الحقيقي لهذه الجوائز من خلال متابعتهم لهذه البرامج ومتابعة القيمة الجميلة اللي قدمت من خلال تلفزيون الكويت. يذكر أن إدارة المهرجان قررت حجب جميع جوائز المسابقات الرسمية في مجال الإذاعة بالنسبة إلى هذه الدورة. تشارك دولة الكويت بقطاعها الإذاعة والتلفزيون في هذا المهرجان، في مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 18 بوفد رفيع المستوى برئاسة الشيخ فهد مبارك عبد الرحمن الصباح الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة. وهذه المشاركة تأتي من قبل دولة الكويت لما يتميز به هذا المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ليس فقط على مستوى الوطن العربي ولكن على المستوى الإقليمي أيضا.